عبر هذه البوابة الفاصلة ما بين الأراضي المصرية والفلسطينية يعبر عشرات الفلسطينيين النازحين من ويلات الحرب والدمار، ما بين جنسيات مزدوجة وحالات إنسانية أو حتى مصابين، من خلال آليات وضعتها الدولة المصرية للتيسير عليهم، وكان هدفها الأول والأخير مد يد العون إلى الأشقاء الفلسطينيين. مسافرون فلسطينيون يصلون كل يوم إلى الأراضي المصرية في رحلة الهروب من الموت إلى الحياة، حاملين معهم آمال العودة إلى الديار مرة أخرى. وفي رحلة قصيرة داخل معبر رفح البري، يبدأ المسافر باتخاذ إجراءات الدخول إلى القطر المصري بدفع رسوم هيئة الموانئ البرية التي قررتها مصر بقيمة تصل إلى 530 جنيه مصري، قبل أن يدفع حامل الجنسيات غير المصرية رسوم الحصول على تأشيرة الدخول والتي تقدر ب35 دولار أمريكي، ليتبع بعد ذلك المسافر إنهاء إجراءات الدخول وفقاً للوائح. كل الإخوة الفلسطينيين اللي هم قادمين بيجوا من خلال المعبر الفلسطيني بأوتوبيس، بينزلوا على بوابة صالة الوصول، ثم بيخشوا على الإكس راي وعلى الجوازات، ثم الجمارك، وبينتهي عند الشباك بتاع حي الموانئ البرية والجافة. كل الناس بتدفع هنا فندم مبلغ وقدره 530 جنيه. تأشيرة ثمنها 35 دولار، ما تغيرتش رغم الظروف الحالية، وبتتباع للجنسيات غير المصرية. أنا من سكان قطاع غزة، من بداية الحرب سجلت اسمي أنا وزوجي وأولادي في الطرف الفلسطيني على أساس أنه نسافر نطلع مصر، والحمد لله لما نزل اسم الكتبات المصرية طلعنا من غزة ووجهنا للسرب المصرية. تكاليف اللي هو الفيزا 35 دولار، كان يعني إجراءات سهلة جدا ومميزة، والحمد لله كان في استقبال من الهلال الأحمر المصري، وكان في تطعيم كمان للأطفال. أنا عبرت الجانب المصري بكل أريحية وبكل سهولة، دفعت 35 دولار للفيزا. دفعت رسوم الفيزا 35 دولار. رغم كل ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من اعتداءات وأحوال معيشية كارثية أقر بها القاسي والداني، ترتسم ابتسامة من يتواجد في المعبر متحديا كل لغط أو قول أراد أن يزرع فتنة بين مصر وأشقائها الفلسطينيين، فكان الرد عليها بكلمات صادقة. أنا بشكر السلطات المصرية على حسن تعاملها معنا، كان تعاملهم كتير كتير طيب، يعني رحبوا فينا والحمد لله على كل حال. المصريين سمحوا لي الحمد لله أني أنا فوت كمان ولادي، فدخلنا 6 أشخاص. الحمد لله كانت الإجراءات سهلة وأمورنا تمام هنا الحمد لله. طبعا نشكر مصر، سهلت لنا أمورنا والحمد لله عن طريق المعبر، يعني سهلت لنا الأمور وإن شاء الله ربنا يسهلها بالزيادة كمان. وهنا لا يقتصر الأمر على مسافرين من جنسيات مختلفة وحسب، بل امتد إلى حالات إنسانية تعفيها مصر من رسوم تأشيرات الدخول مع إجراءات ميسرة قبل التوجه إلى رحلة العلاج، سواء كانت داخل مصر أو خارجها. جينا هنا على الصالة المصرية على مصر، يعني وإحنا الحمد لله رب العالمين، يعني طريقنا كانت مسهلة كويسة، لما دخلنا فيش صعوبات، أي صعوبات لا، ما وقفوناش لا معابر ولا حاجة، ويعني الحمد لله يعني ما أخذوش منا لا رسوم ولا أخذوا منا إشي وعفونا من كل شيء. نشكر أخوتنا المصريين على استقبالهم الحسن لنا، وما دفعنا أي إشي غير الإجراءات الرسمية القانونية 35 دولار الفيزا. أنا دخلت مصر بكل أريحية، ولا حد أخذ منه فلوس ولا حد أخذ مني أي حاجة، دفعنا حد الفيزا 35 دولار. مجهودات متواصلة تستمر لأكثر من 3 أشهر اتبعتها مصر بهدف التخفيف عن كاهل الفلسطينيين العابرين من أراضيها، جاءت كلها وسط إشادات وكلمات فلسطينية لم تتغير بأصوات المدافع والطلقات. من معبر رفح البري مصطفى عبد الفتاح، هنا القاهرة عاصمة الخبر.